هي أول تجربة سريرية من نوعها في العالم، قام بها فريق طبي جزائري بمستشفى أول نوفمبر بوهران. التجربة استعمل فيها دواء جنيس لزراعة النخاع العظمي لإحدى عشر مريضاً أصيبوا بعدة أنواع من سرطانات الدم، وأدت نتائج جد إيجابية في فترة وجيزة. هذا الميديكامون جينيريك ينوزا ايدي ديتاشي هاد لي سيلول سوش de la moelle osseuse vers la périphérie. On utilise 6 heures après la séance de citaférès, la séance de prélèvement de cellules souches. Et puis après, lorsqu'on peut prélever les cellules souches, on va les préparer, on va traiter le mal interne, on va éliminer les cellules cancéreuses. On les réinjecte et on suit le mal interne au fur et à mesure. Généralement, la procédure de 20 jours, 40 jours. Il n'y a pas un centre le monde qui a utilisé le médicament générique pour faire l'expérience. العلاج العادي لمثل هكذا حالات تكون باستئصال الخلايا السرطانية وإخضاعها للعلاج الكيميائي ثم يعاد زرعها أو باستعمال الدواء الأصلي الباهظ الثمن. Le médicament original, اللي هو البرينسيبس سموه موزوبيل غالي بزاف، سا كوت بليس كو 7000 يورو اون امبول. المالاد جينيرالمون يكونسوم دو امبول. Donc, on a jeté le fikra باش نutilise un médicament moins cher et en même temps, c'est des malades condamnés. Donc, on était obligé de foncer. السيدة بن حدو أعادت لها هذه التجربة السريرية الحياة من جديد بعد أن عانت من سرطان الدم لفترة طويلة. كنت باراليزي، ما نهدر شيء، ما ناكلش، ما نرقدش، عام مشتاق يرقد، نطلب ربي الليل مع النهار نرقد غير دقيقة. ما نرقدش، كلاني الضر، كلاني السطر، قعدت 23 يوم قاعدة في بيت وحدي، كل واحد قاعد وحده، ودوك راني في حياة جديدة، راني الحمد لله راني نجمع، راني ناكل، راني نشرب، راني نخرج، راني نتمشى، راني نشوف الدنيا، الحمد لله. نجاح التجربة كان محل إعجاب العديد من الأطباء المختصين في العالم، بدليل إدراجه في منشورات المجلة الطبية العالمية.